وبجميع منحرفها وجمهورها الوفي في هذه الجلسة العادية التقييمية للموسم الرياضي 2012-2013، وتعرض عليكم بإيجاز حصيلة الموسم الرياضي المنقضي والنتائج التي تحققت، وبسطة عن نشاط الهيئة وأهم الصعوبات التي تعرضت لها أثناء الموسم الرياضي. عز الزمالي ما عملش حاجه غريبه على الفرق التونسيه، نعرفوا كون اغلبيه الفرق اذا ما نقولوش كلها تشهد وضعيات ماليه حرجه. تبقى السنة وبصيغه استثنائيه وقت اللي نلقاو النادي الرياضي الصفاقسي خرج بعز ينازل 2 مليون دينار، هذه حاجه تفرحنا. الاسباب بسيطه معناتها نجموا نفسروها. اول شيء الكم الهائل تبارك الله من الالقاب اللي تحصل عليها اليوم، معناتها نسبه نجاح قاربت 90%، 9 القاب على 10، لقب وحيد معناتها تم التفريط فيه بالرغم كون كنا طرف في النهائي. ايضا ثم ديون متخلده بذمه النادي الرياضي الصفاقسي وقعت تسديدها اللي كما شفتوا في التقرير المالي معناتها كانت في حدود المليون و500 الف دينار. الحوايج هذه تبرر العجز. مازال ناقص الناحيه الماديه اللي ماهيش متبعه، معناتها والناس مش قاعده تعاون، تحب الالقاب، تحب الجو، تحب تفرح، تحب ترى فريقها متحصل على الالقاب، لكن قاعدين نشوفوا فيهم زاده ما يحبوش يعطيوا معناتها اموال للنادي اللي هي حتى اموال بسيطه بالنسبه لهم لكن تولي برشا للنادي الرياضي الصفاقسي، وهذا اللي مقلقنا وهذا اللي ينجم يكون في وقت من الاوقات عائق للنادي الرياضي الصفاقسي باش المشروع نتاع النادي الرياضي الصفاقسي اللي خططنا له واللي قاعدين نحطوا فيه ينجم ينهار يراه معناتها بعض الصعوبات. نطلب رجال الصفاقس دعم للجماهير، كان كل 100 رجل اعمال كان كل واحد 10 ملايين هذو مليار نعاونوا بهم الجماهير. المركب القديم هذا قرار اتخذه من قبله، لذا ما زالت الاجراءات قاعده تتم لان هذاك الحل الوحيد لتصفيه الديون القديمه اللي موجوده معناتها متراكمه. السوق السوداء معناتها ملعب يرفع 8000 باللي وعندك طلبات ب 50-60 ألف، لذا لازم فما بعض الناس هذه في العالم اجمع معناتها حتى الملاعب اللي فيها ترتفع 60 ألف و70 ألف و100 ألف معناتها فما سوق سوداء، لكن معناتها حجمها بسيط ما تتهولش لان احسن شيء هو الوقوف ضد السوق السوداء هو ان الناس تاخذ اشتراكات ويولي عنده ابونمون، وحتى كان هو ما يستعملهاش نهار اللي يحب يعطيها لحد اخر معناتها تكون احسن كما في البلدان الاوروبيه، معناتها الابونمون تولي عندها قيمه كبيره لان ساعات تدور بها معناتها العائله الكل. المدينة الرياضية هذه حلم تبقى حتى إذا كان تمت المصادقة عليه المشروع هذا وتم دخوله في حيز الإنجاز، مش يكون حاضر ما بين عشية وضحاها، هذا مشروع ضخم معناته يتطلب سنوات باش يقع الانتيام الأشغال. اليوم يلزمنا نتصرفوا على بالموجود، الواحد لازم يكون واقعي. اليوم عندنا ملعب طيب مهيري بضغط معناتها من الهيئه المديره بعد الحاح من احنا بعد مسانده من رجالات النادي اللي اليوم يمثلوا جهه صفاقس خصوصا سواء سياسيا او ماليا، تمت المصادقه على المشروع نتاعنا وهو اعاده تاهيل ملعب طيب مهيري التعشيب نتاعه، وتم رصد الميزانيه في الغرض. اليوم بالملعب هذا يلزمنا نحقق الاهداف نتاعنا. اللي صار سنا راهو توسكي دخلت وديبلاسموني تتعب توسكي اي حكايه راهو ما جاش هكا من بورتكوا راهي خدمه راهو عاونوا العباد اللي قاعده تتعب راهو ربي يعلم بينا فاش قاعدين نتعب. ما نحبوش هكا جمهور المناسبات اللي يطلع لك في الفينال، الجمهور اللي تعب وصبح على الدخلات ووقت ما تصحى تبدو السياسي عص على الوكاله نتاعو وصيبوا قرايتهم وصيبوا كل شيء، نشكرهم واحد واحد. احنا نحبوا السياسي ساعات على الاقل السياسي ونجيو ونقولوا جمعيتنا ونشجعوها وان شاء الله ديما منتصرين. مبروك على الالقاب هذه، ان شاء الله ربي يعيننا
ان نتحصلوا على الشامبيونز ليغ. انا بالنسبه لي هذاك اهم لقب اللي لابد ان نتضافر كل جهود للحصول عليه، لان النادي الردي الصفاقسي جدير بانه يتحصل على اللقب هذا. نعترفوا اللي راهو ماناش كاملين، فما معناتها اشياء اللي ما زلنا نزيدوا نحصلوا فيها، لكن اهم شيء عملناه. ان شاء الله موسم رياضي قادم يكون متميز، وكل عام حيين فيه.